بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كنحيي جميع المتابعين والمشتركين على قناة سفيرة الطبخ المغربي. بالنسبة لوصفة اليوم، كنقترح لكم معسلة بشكل جديد ومذاق أكثر من رائع، متأكدة أنها غادي تعجبكم بزاف. بكأس ديال اللوز فقط غنحضروا حشوة اقتصادية بذوق الليمون الحامض والزنجبيل المعسل، كنتحصلوا على مذاق لذيذ بزاف وكمية كبيرة اللي ممكن أننا نحتفظ بها مدة طويلة ولما كتفقد القرمشة. تابعوا الفيديو للأخير باش تعرفوا على مراحل التحضير. بسم الله على بركة الله. أولا غادي نحضروا العجين أو بديل ورق الفيلو. غادي نحتاجوا ليه 400 غرام من الدقيق الأبيض، من الأفضل يكون نوعية جيدة خاصة بالحلويات وضروري خاصو يتغربل. غادي نضيفوا قبصة ملح، ثم غادي نضيف ملعقة صغيرة من السكر حبيبات. غنضيف كذلك جوج ملاعق كبيرة ممتلئة من الزيت النباتي، ثم غادي نضيف كيس ديال السكر بنكهة زهرة البرتقال وزن 7.5 غرام. إلا ما كانش متوفر عندكم تقدروا تعوضوه بجوج ملاعق كبيرة من ماء الزهر. غنضيف كذلك نصف كيس من الخميرة الكيميائية أو خميرة الحلويات ما يعادل 4 غرام. وغادي نضيف نصف علبة ديال الياغورت الطبيعي بدون سكر، وزن العلبة فهو 110 غرام. إلا ما كانش متوفر عندكم تقدروا تعوضوه بيضة صغيرة، ومن الأفضل تكون في درجة حرارة المطبخ. من بعد غادي نجمع هاد المكونات جيدا مع بعض بالماء البارد، يعني ماء من الصنبور، وغادي نخلط هاد المكونات حتى كينسجموا ليا مع بعض. وبالنسبه للماء ما نضيفوش دفعه واحده باش ما كنتحصلوش على واحد العجين اللي كيجي رخو. ضروري هاد العجين خاصو يكون متماسك، ما كيلتصقش باليدين، لانه من بعد ملي غادي نخليوه كيرتاح غادي يتطلق لنا بزاف، هذا علاش نخليوه مجموع من الاول. من بعد غادي نوضعو فوق سطح العمل وغادي نعطيه الشكل ديال الحربول باش كيسهل عليا انني نقسمو القطع اللي كيكونوا متساويين. في الاول غادي نقطعو القسمين، ثم كل قسم غادي نعاود نحربلو نعطيه الشكل ديال الحربول، وغادي نقطعو الخمسه ديال القطع اللي الحجم ديالهم خاص يكون متساوي. هنايا تقدروا هاد العجين تقطعوه لكثر من 10 الا بغيتوا تحصلوا على طبقات توريق كثيره. من بعد غادي ناخد واحد الصينيه غادي نرشها جيدا بالنشا اولا المايزينا، وغادي نوضعوا هاد القطع ديال العجين من بعد ما كنلولبوهم. انا هنا تحصلت على 10 ديال القطع. غادي نرش على كل قطعه عجين نشا باش ما كيلتصقش ليا مع البلاستيك الغذائي، وكنغطيهم جيدا، كنخلي هاد العجين كيرتاح قد ما ارتاح قد ما كيعطيني الطول. ممكن انكم تعجنوه في الليل وتخدموا به في الغد، اولا تخليوه على الاقل خاص يبقى واحد 45 دقيقه. من بعد بالنسبه للحشوه، في كاسرول فوق النار كنوضع واحد الكميه من الماء، وكنخلي هذا الماء حتى كيوصل لدرجه الغليان. ثم كنوضع واحد الكاس ديال اللوز تقريبا واحد 100 غرام، وكنخلي هذا الماء غير كيبدا كيغلي ليا كنطفي النار وكنزولو الكاسرول. مباشره غادي نوضع هذا اللوز في واحد المصفات باش كيتصفى ليا جيدا من هذاك الماء، صافي وكنفسخو. هنا تقدروا تفسخوه بالطريقه العاديه اولا توضعوه وسط بلاستيكه وتسدوا عليها حتى كيرجع ليه هذاك الصهد، وتفسخوه من بعد. من بعد كنغسل هذا اللوز مزيان وكنوضعو في واحد المنديل، كنخليه حتى كينشف ليا تماما. الا عندكم الوقت خليه كينشف بحال غير في الهواء الطلق، يعني ما تحتاجوش انكم تنشفوه بالمنديل. ملي كينشف غادي نقليه. هنايا بالنسبه لطريقه القلي ديال اللوز، ضروري كنقليه في زيت اللي كتكون بارده على نار اللي كتكون ما بين المنخفضه والمتوسطه. كنخليه حتى كيتقلى، وكيف قلت لكم كنخليو الزيت بارده باش كيتقرمش لينا حتى من الداخل. هنا اللوز ردوا معاه البال لا يتحرق لكم او لا يتحمر لكم اكثر من القياس، غير كيبدا كيبان لكم اللون ديالو بدا كيصفر شي شويه صافي تزولوه. انا هنا راه غفلت عليه غير شي شويه وتحمر ليا بزاف، فلهذا من الافضل خليو في اللون ديالو شي شويه فاتح باش ما كيتحرقش لكم وكيعطيكم من بعد المذاق ديال المروره. من بعد ما كيبرد اللوز غادي نوضعه في الطحانه، وغادي نضيف ليه واحد ملعقه كبيره ديال السكر حبيبات، وغادي نطحنوه جيدا حتى كنتحصل على خليط اللي كيكون بهذا الشكل. مباشره من بعد غادي نوضعوه في واحد الاناء، وغادي نضيف ليه ملعقه كبيره ممتلئه من الزنجبيل المعسل او السكنجبير اللي قطعته قطع صغيره جدا. الاضافه ديالو في هذه الحشوه كتعطي واحد المذاق رائع جدا، واللي كيعجبو المذاق ديال الزنجبيل اللي يقدر يضيف اكثر. هذا هو الشكل ديالو قبل ما كنقطعوه، كتلقاوه متواجد عند العطار اولا عند المحلات اللي كيبيعوا اللوازين ديال الحلويات.
من بعد غادي نضيف ملعقة صغيرة ممتلئة من القشور ديال الليمون الحامض اللي كيعطي مذاق زوين بزاف بزاف مع السكنجبير المعسل ومع اللوز. غنضيف قبصة ملح باش كنوازنوا المذاقات، ملعقة صغيرة ممتلئة من الزبدة من الأفضل تكون نوعية جيدة، وغادي نضيف ملعقة صغيرة ممتلئة من الجليكوز. الدور ديال الجليكوز كيخلي هذه الحشوة كتبقى معلكة واحد المدة طويلة، وملي كندخلوا لهذه الحشوة للفرن ما كتيبش لينا مع هذيك الحرارة. من بعد غادي نخلط هذه المكونات جيدا مع بعض، عاد كنبقى كنضيف ماء الزهر بالتدريج حتى كنتحصل على واحد العقدة اللي كتكون مجموعة على هذا الشكل. غادي نحتفظ بها جانبا ونمروا باش نشكلوا العجين. العجين من بعد ما ارتاح لينا مزيان كنرشوا سطح العمل عفوا بالنشا، وكنوضع اول قطعه وكنمددها بواحد السمك اللي كيكون متوسط على شكل دائري، كنوضعها جانبا. كناخذ ثاني قطعه دائما سطح العمل والسطح ديال العجين كنرشوه بالنشا. غادي نمدد هذه قطعه العجين بنفس القطر ديال القطعه الاولى. من بعد كنرشوا جيدا النشا او المايزينا على القطعه الاولى ديال العجين، وكنوضعوا عليها القطعه الثانيه. كناخذوا القطعه الثالثه، وهنا ضروري خصنا نقادوا هاد الجوانب باش كيكون عندهم نفس القطر. كناخذوا القطعه الثالثه وحتى هي بنفس الطريقه، غادي نمددوها بنفس القطر ديال القطع الاخرى، ودائما ما بين كل قطعه وقطعه كنوضعوا نشا بنفس الطريقه. غادي نكمل حتى غادي نكمل خمسه ديال الكرات ديال العجين، كنتحصل على هذا الشكل. هنا كيف ما قلت لكم في الاول قسمنا العجين على 10، كل خمسه غادي نخدموهم بوحدهم، يعني كل خمسه ديال الكرات كنمددوهم على شكل دائره، وما بين كل قطعه عجين اخرى كنوضعوا نشا. كنخلي هاد جوج حصص ديال العجين كيرتاحوا واحد خمسه ديال الدقائق حتى كيعطيوني باش يعطيوني الطوا. من بعد غادي نرش سطح العمل بالنشا، وغادي نوضع ثاني غادي نوضع واحد الحصه ديال العجين، وغادي نرش سطح العجين بنشا وكنمدد في الاول بهذه الطريقه. ضروري في الاول تمددوا بحال هكا، كتضغطوا على العجين من الوسط وانتم غادي للجوانب، لانكم الا مددتوا من الاول العجين بطريقه عاديه فهذوك القطع ما كيبقاوش مقادين، يعني التوريق ما كيبقاش مقاد. غادي نمدد العجين بواحد السمك اللي كيكون رقيق، ونركزوا مزيان على الجوانب باش ما يكونوش لينا غلط. من بعد غادي ناخذ واحد القطعه ديال البيتزا وكنقطع العجين على هذا الشكل. يعني مهم انه هاد الشرائط ديال العجين خاص الحجم ديالهم يكون صغير باش كنتحصلوا على معسله اللي كيكون الحجم ديالها صغير. الا خليتوه كبار غادي يجيوكم المعسلات كلهم كبار. المهم بالنسبه لكل حصه ديال العجين راه كنتحصلوا على 32 قطعه. كيف ما لاحظتوا القطع كلهم كنقطعهم بحال هكذا صغار باش كيجيونا معسلات زويونين وصغيورين. من بعد كناخذوا الحشوه، من بعد ما كنعطيها هذا الشكل. هنا راه ما كنحتاجوش واحد كميه كبيره ديال الحشوه، راه غير كميه صغيره وكتقضي لنا الغرض. غادي نوضعهم هنايا في الطرف، وغادي نكمل هاد الدوره كلها اللي عندي ديال العجين، ومن بعد كنلف العجين على الحشوه جيدا. هنا في الاول كنلفوا عليها مزيان باش الحشوه ما كتخرجش لينا. من بعد كنبقى كنمدد العجين المقابل، كيف ما كتلاحظوا كنمددوه مزيان باش كنتحصلوا على لفات كثيره ديال العجين، وكنتحصلوا من بعد على واحد الشكل اللي كيكون جميل. الطريقه راه واضحه وسهله جدا. هاد المعسله ما كتاخذش نهائيا واحد الوقت اللي هو كثير، كتوجد بسرعه والشكل ديالها راه كيجي زوين بزاف. بنفس الطريقه غادي نكمل هاد القطع كلهم اللي عندي ديال العجين، يعني هنايا غادي نتحصل على 32 حبه. وملي غادي نكمل هاد الحبات ديال او هاد القطع ديال العجين، غادي نمدد الحصه الثانيه ديال العجين حتى هي بنفس الطريقه، وغادي نقطعها بنفس الطريقه، وغادي نوضع عليها الحشوه وغادي نلفهم كاملين. في الاخير كنتحصلوا على 64 حبه، وهاد المقادير اللي عطيتكم ديال الحشوه راه كتقدكم مع المقادير ديال هاد العجين. من بعد ما كملنا هاد الكميه كلها اللي عندي، غادي نوضعهم في واحد اللاطه من بعد ما غادي ندهنوها بالزبده. من بعد غادي ناخذوا زبده من الافضل تكون نوعيه جيده. انا استعملت الزبده ديال العلبه، ذوبتها وخليتها حتى وصلت لهاد الدرجه ديال الذوبان، يعني وصلت ليا البيغ نوازيت. صراحه كتجي زوينه بزاف هاد المعسله. وكندهن جيدا هاد العجين، وخصوصا كنركز على هادوك المناطق ديال اللفات ديال العجين.
صافي ملي كنكملهم كندخلهم للفرن اللي كيكون ساخن جدا. بالنسبه لهذا النوع ديال المعسلات او البديل ديال العجين المورق او العجين فيلو، الفرن خاصو ضروري نكونوا شاعلين عليه قبل من 10 حتى 15 دقيقه. كندخلوا هاد المعسلات كطيب في الاول على نار اللي كتكون مرتفعه لمده ديال 10 دقائق، من بعد كنقصوا النار وكنخليها حتى كطيب على خاطرها. ملي كطيب كنهبطوها للاسفل حتى كتحمر، ومباشره ملي كنخرجوها من الفرن كنسقيوها بالعسل. العسل إذا ما كانش عندكم سائل غادي تدفيوه شوية، كنسقيوها بعسل اللي كيكون بارد. أما إلا كان عندكم عسل ثقيل دفيوه غير واحد شي شوية باش كيصبح القوام ديالو سائل، صافي وكتسقيوها مزيان. وكنخليوها واحد ليلة كاملة أو على الأقل ثلاثة ديال السوايع، من بعد كنوضعها هنايا في هاد الكويقطات ديال الحلوة وكنوضعها في واحد العلبة. هنا إلا بغيت نحتفظ بهم ونبقى محافظة على القرمشة كنوضعهم في واحد العلب، ومن الأفضل يكونوا فردية، ما نبقاوش في كل مرة نحل العلبة وكناخدو منهم هكذا كتمشي لهم ديك القرمشة. صافي وكنسيباري بيناتهم بورق الطهي، وكان هذا هو الشكل النهائي. معسلة صراحة اللي كتجي زوينة بزاف، كنتمنى فعلا أنها تنال إعجابكم وجربوها وعطيوني الرأي ديالكم في التعليق، ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو قادم مع وصفة جديدة. إلى اللقاء.